تبقى كلمه لو حرام. لو كان جبناه للدكتور ما كانش مات، لو كنت رص عليه في المذاكره ما كانش صاب ابدا. احنا ناخد في الاسباب وبعد كده نقول قدر الله وما شاء فعل. انما اللي بيقول لو ده مش احنا اللي نقول لو، اللي بيقول لو ده العندليب الاسمر اللي بيقول لو كنت اعلم ان البحر مش عارف عميق جدا ما ابحره. ان شاء الله عندك ما ابحرته، ومن اللي قالك ابحره؟ ولو كنت اعلم ان الحب خطير جدا جدا فيري 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 ما احباك. طب ومن اللي قالك حب؟ الله يحبك مش عارف برضه ايه. مين اللي قال لك حب؟ اهو ده اللي يقول لو على كيفه. ده لو دي حرف شحلقه في الجو، انما المؤمنين ما يقولوش لو ابدا. المؤمنين يقولوا قدر الله وما شاء فعل. شوفوا ادب النبي محمد، قدر الله وما شاء فعل. الراجل فاقد العينين وعنده شلل نصفي وقاعد بيقول الحمد لله الذي عافاني مما ابتلى به كثيرا من خلقه. وحد الله يا مسلم، لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله، محمد رسول الله. عافاني الحمد لله. كلمة الحمد لله بتريح، بتريح الزهقان، تراح اللي متضايق. ساعة ما يقول الحمد لله بيشعر بالسكينة نزلت في قلبه. بس الحمد لله تكون طالعة من القلب، تكون طالعة من القلب، مش واكل جوز حمام زي الحال يا فلان. الحمد لله، اللهم دفع نعمة واحفظها بالزوال يا راجل. واكل خرطة جبنة حدقة يعني حرام بلاصي، ازاي الحال؟ الحمد لله، هي عيشة واخرتها الموت. يا ساتر يا رب. ايه يا راجل ده؟ يا راجل اسمعنا، يعني ساعة الحمام يبقى الفولت عالي 120 وساعة الجبنة الحد الحجر ينام؟ يا راجل مش كده، خليك فولت امال على طول. ايه الكلام ده؟ احمد ربنا، احمد ربنا اللي اداك معدة تهضم الجبنة الحادقة. احمد ربنا، والله العظيم لو اطلعتم على الغيب لاخترتم الواقع. وبعدين يشوف واحد راكب عربيه بيجو ولا مرسيدس بنز يقول يا سلام، ايه الناس اللي عايش فلان به راكب عربيه. الواحد يتمنى يموت شهيد تحتها، مش الواحد مننا يقف على محطه 93 من 9 ل 12. يا اخي ربنا مديك رجل تقف، تقف وانت مش حاجه، ما فيش عندك سرعه ترسيب في الدم، تقف 30 ساعه. انما هو عنده روماتيزم في المفاصل، لو وقف شويه يقع. تقول كرسي انت بعد ما بتاكل الملوحه وتلاقي خيارة ميرة مرمية في المشي من سنة 47 قبل قرار التقديم، ومضروبة خنجر في جنبها عشان تمتص اكبر كمية من الاملاح اللازمة، بتقول هاتوا شاي. انما التاني بيقول ما عاد الدواء دي ولا لا؟ ايه رأيك؟ احمد الله، ارضى بما قسم الله لك تكن اغنى الناس. النبي كان بيقعد على الارض، كانش بيعرف الفوتيه ولا الصفرة، كان بياكل بايده لان ايده دي معلقة ما بياكلش بها غيره. النبي كان راضي دايما، فارضى دايما، خليك راضي عن الله ليرضى الله عنك. الراجل بيقول الحمد لله الذي عافاني مما ابتلى به كثيرا من خلق. الحمد لله الذي عافاني مما ابتلى به كثيرا من خلق. لا تخضعن لمخلوق على طمع فان ذلك نقص منك في الدين. لن يقدر العبد ان يعطيك خردلة الا باذن الذي سواك من طين. فلا تصاحب غنيا تستعز به وكن عفيفا وعظم حرمة الدين. واسترزق الله مما في خزائنه فان رزقك بين الكاف والنون. واستغن بالله عن دنيا الملوك كما استغنى الملوك بدنياهم عن الدين. وحد الله، وحد الله، لا اله الا الله. ام الامام الاصمعي بيساله بيقول له عافاك من اي شيء ابتلى به غيره؟ انت بتقول الحمد لله الذي عافاني مما ابتلى به كثيرا من خلق. عافاك من ايه؟ قال وهب لي لسانا يذكره وقلبا يشكره.
نعمة كبيرة. وهب لي لسانا يذكره وقلبا يشكره. لسان بيقول الحمد لله وقلب يقول الشكر لله. ولذلك المؤمنين دايما في نعيم. حسن البصري بيقول علمت ان رزقي لا ياخذه غيري فاطمأن قلبي. ولذلك ابن مسعود رضي الله عنه نازل السوق في يوم يشتري قميص، فواحد مد ايده في جيبه خد منه شويه الدراهم اللي هيشتري بهم القميص. ابن مسعود يطلع الثمن ما لقاش الفلوس، الناس قعدوا يدعوا على الحرامي، ربنا يبتليه بمصيبه تاخده، ربنا يبتليه ببلوى. ابن مسعود قال لهم هو مين اللي انسان، انا ولا انتم؟ قالوا له انت. قال لهم طب تعالى اما ندعي انا ادعي وانت تقولوا امين. بلهم بقى ابن مسعود هيقول ايه؟ يا رب ابتليه بكذا وكذا. فابن مسعود قال اللهم ان كان اخذها وهو في حاجة اليها فبارك له فيها، وان لم يكن في حاجة اليها فاجعلها اخر معصية له وتب عليه يا رب العالمين. حتى الناس اللي كانت بتنسرق كانت بتدعي للحرامي، كانت بتدعي له. سمعنا الصلاة على حبيب النبي محمد. بيقول وهب لي لسانا يذكره وقلبا يشكره. ذكر وشكر، مفيش اعتراض، مفيش اعتراض على حكم الله ولا على ما قضى الله. علمت ان عملي لا يقوم به غيري فاشتغلت به. ما فيش حد هيصلي بدالي ولا هيصوم بدالي، انا الذي ساسال عن عملي فقمت بعملي. نمره ثلاثه، علمت ان الله مطلع علي فاستحييت ان يراني على معصيه. اطلع علي وشايفني، خشيت ان يراني على معصيه. اللي مطلع على عباد ربنا شايف العباد ربنا، اينما تكونوا ياتي بكم الله جميعا. ولذلك الامين جبريل لما بيقول للنبي ما هو الاحسان، ما قالوش ان تتصدق على مسكين بصدقه، قال له الاحسان ان تعبد الله كانك تراه، فان لم تكن تراه فانه يراك. ان تعبد الله كانك تراه، فان لم تكن تراه فانه يراك. ولذلك البنت بتقول لامها يا امها الم ينهك امير المؤمنين عن غش اللبن بالماء، فقالت لها يا ابنتي وهل يرانا امير المؤمنين، فقالت لها يا امه ان كان امير المؤمنين لا يرانا فان رب امير المؤمنين يرانا. يبقى اللي مطلع على عباد ربنا، الله يدري كل ما تضمره، يعلم ما تخفي وما تظهره. وان خدعت الناس لم تستطع خداع من يطوي ومن ينشره. اللي بيحاسب العباد هو الله. علمت ان الله مطلع علي فاستحييت ان يراني على معصية. علمت ان الموت ينتظرني فاعددت الزاد للقاء الله رب العالمين. اعددت الزاد للقاء الله. النبي بيقول من شكى مصيبة نزلت به فكأنما يشكو الله عز وجل. اللي دايما يشتكي للناس معترضا على ما قضى الله فكأنما يشكو الله عز وجل. الصحابي اللي كان دايما يصلي وراء رسول الله ما فاتته تكبيرة الاحرام مرة وراء النبي. كانوا زمان اللي تفوت تكبيرة الاحرام وراء النبي كانوا يقولوا له عظم الله اجرك. يعني تعتبر هذه احدى المصائب ان تفوت تكبيرة الاحرام وراء رسول الله. النهاردة بيبقى قاعد قدام الشطرنج 10 ساعات، الظهر جدا والعصر والمغرب والحشاء، قوم يا فلان صلي يقول لك كش ملك منهمك اهو. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. كوتشينا من يوم ما عرفنا الكوتشينا وعرفنا الطاولة وعرفنا الشطرنج ويقول لك لا ده احنا ما بنلعبش على فلوس، ده احنا بنلعب على مشاريب. طب ما هي المشاريب ببلاش ولا بفلوس؟ بفلوس.
تاخذ القرشين وتقعد بهم على القهوه وبيتك في مزيد الحاجه الى رغيف العيش، وتقعد عاكف على الاصنام طول النهار، وبعدين تقول بلعب على مشاريب. طب ما هذا هو الميسر بعينه، واصبح الان الحرام يغزو البيوت غزوا عنيفا، ونسأل الله ان يسلمنا من هذه الدنيا. الصحابي اللي ما كانتش بتفوت تكبيرة الاحرام وراء النبي صلى الله عليه وسلم، ولما لم يجد الا ثوبا واحدا يصلي فيه وتصلي زوجته فيه، مرته قالت له البس انت الثوب وروح صلي ورا النبي وبعض الصلاة على بسرعة حتى ادرك الوقت في اوله، عشان هي راحة تصلي، وراح صلى ورا النبي، والنبي قال له كيف حالك؟ قال له حالي كما تراني يا رسول الله، الحمد لله. النبي كان يقدر يقول له ربنا يسهل عليك، وهي كلمة جبر خاطر، انما النبي كان لا يعرف المواقف السلبية، كان يعرف المواقف الايجابية. يعني يا فلان انت ما زرتش فلان ليه؟ ده عيان، جارك عيان، يوم يقول ربنا يشفيه. طب ما ربنا يشفيه هيشفيه، انما انت تزوره برضه عشان خاطر يمكن يكون عايز ثمن الدواء، يمكن يكون الراجل بتاع العيش ما جابلوش عيش من يوم ما نام في بيته ما بيكسبش، فانت تشوف حاله. فالنبي خلع احدى قميصيه والبسه لذلك الصحابي. الصحابي خد القميص من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ودخل به على زوجته فرحا مسرورا. وحد الله، قل لا اله الا الله، وسمعني الصلاه على الحبيب النبي. قامت مرات الصحابي لما شافت قميص النبي على زوجها قالت له ماذا فعلت مع رسول الله؟ قال لها ما فعلت شيئا. قالت له اشكوت الله تعالى الى رسوله؟ قال لها وداك القميص ليه؟ مش لابد انت قعدت تشرح له؟ قلت له الحاله ضيقه ومفيش ومفيش، انت اشتكيت ربنا الى النبي صلى الله عليه وسلم، امال اداك القميص ليه؟ فقال لها والله ما قبلته الا لاكفن فيه بعد موتي. انا خدت القميص عشان اجعل منه كفن بعد الموت، لما الملاكين يقولوا لي من ربك اقول لا اله الا الله، لما يقولوا ما تقول في الرجل المبعوث فيكم، قال لهم انا لابس قميص اهو، الرجل يعني معاه رخصه ملاكي، يعني يعدي على جميع الاكشاك بدون تفتيش، ما فيش واحد هيقول له طلع النمر واركن يمين ابدا، لانه معاه قميص النبي، يبقى يدوس على الثالث ولا يهمه حاجه، وماشي على طول. انا ما قبلته الا لاكفن فيه. وحد الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله، ومن قعد الى غني لينال من ماله فقد ذهب ثلث دينه. يعني خليك معتز بالله، متمسك بالله، واثق بالله، واعلم بان الرزق والاجل مكتوبان في الله.